ليه تأخرتي هيك؟ متى ترعبي أبوك يجي قبلك؟ إجا ولا لسه؟ لا والله. لكن ليش مرعوبة؟ خلص بكفي، أنا بوصلها لجوا. شكراً مراد. شكر إليك أنتي. يلا روح، ما تضل واقف. يلا. وانتي حسابك بعدين بتشوفي. يلا لجوا. أخي مصطفى. شوفي على مهلك، اهدى اهدى، روح نام بفرشتك. أي فرشة؟ أخي ركز معي، أنت لازم تروح تنام بالبيت. يلا تيسر. لا مستحيل روح، بيان معكم. شو يا أنسة طمنيني، نفس منيحة؟ إيه منيحة، بس العملية نجحت بصعوبة. نشكر الله ومنحمد. الحمد لله. أول 24 ساعة رح يكونوا خطرين، هذا كل شي بقدر إلكن يا، بس الدكتور هلأ بشرح لكم كل شي بالتفصيل. الحمد لله على كل شي. وهلأ شو رح يصير يعني؟ رح ناخد المريضة على العناية المركزة. شكرا، تقوم بالسلامة. ألف الحمد لله. مو قلت لك رح تنفذ؟ نفس قوية، هي نفدة البطلة. نفسي. ألف الحمد لله. لو سمحتوا ما تقربوا على المريضة، لازم تدخل معقمة على العناية. ما تخافي نفس، أنا هون واقف جنبك. نفس، كلنا واقفين جنبك. الحمد لله على سلامتها. أختي شوفي، والله هالخاتم حلو كتير، مو هيك؟ مع أنه حجر عادي بحصن شالت من الأرض، بس عن جد حلو كتير. بدي نام عندكن اليوم، مشتاقة شم ريحة هالأوضة وأنا عم أتنفس بالليل. تتذكري وقت كنا صغار مشان هالأوضة عطول كنا نتخانق، كل وحدة تقول روحي نامي بالصالون وتركيلي هالأوضة، وكنتي تقليلي شيلي أوعيكي من الخزانة لأنه أخدتيها كلها. يا ريت لو فيني أرجع عايش هون يا أختي، والله على الأرض كنت بنام وبتنامي مثل ما بتحبي هون جنب هاد الشباك. ليش نحن ما منعرف قيمة الشغلات إلا لما بتروح من بين إيدينا ونفقدها؟ ليش الإنسان ما بيعترف بالنعم اللي بيملكهم؟ وليش بيعشق الشخص اللي ما بيقدر يوصله؟ الندم بيقهر الإنسان كتير يا أختي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.